عسلامة مسيو. عسلامة أختي. قدم لنا روحك. نور الدين خوالدي. مرحبا بيك. 50 سنة. مرحبا بيك حذينا. عندي هم بنياتي بعدها. إن شاء الله ربي يخليهم لك. عايزك عايزك أختي. اخترنا باش نحكيو في خصوص الأفارقة جنوب الصحراء ووجودهم في تونس. أنت مع أو ضد مسيو؟ وجودهم في تونس مع كيفاش أختي؟ فما مع ريغولاري معناها كيما نحن فارضين علينا القوانين. اللي بالقانون اللي عنده حق يقعد يقعد. ثاني حاجة هذه ما عمرها ما كانت معناها احنا عندنا اولادنا زادة بطالة ومعناها فهمت زادة احنا ديجا مستحقين فهمت. واللي هذا الدول الأوروبية زي ما تعاونوا ما كانش نعدوهم لهم كيما هما عدونا نحن وروحوا بولادنا. معناها انت هوني تحكي على الغير شرعيين بالطبيعة. اي غير شرعيين اما شرعيين مرحبا على الراس والعين. كما اي معناها الشرعيين مرحبا يقراوا هما ديجا موجودين عندنا من سنين الله فهمت يقراوا ويجيو مرحبا بهم وكل شيء. اما شنو زاد معناها تولي فوضى تولي ناس ما في ليبيا كانت تحارب ولا تعمل في حكايات تجي ضرنا البلاد احنا يعلم بينا ربي تونس مضروبه بالبارد وضرنا نخدم في السياحه بارد وضربوا لنا سوسه معناها مش ابار هما معناها فما ناس مترانيه في ميدان الحرب ليبيا ودرشنيه يجيو يدخلون اختي لهنا لا نعرفوا عليهم شكون لو هما شكون ما ينجموا يضرونا ويضرونا صغيراتنا حتى احنا. حسب رايك مسيو شنو هو اسباب كثره وجودهم في تونس؟ فما دي سلك something happening that معناها حاجه فما ناس تدخل فيهم وتاخذ عليهم في الفلوس فما ناس تخدم بهم فما ناس تجر بهم فما ناس تجر بهم بالرسمي والله فما ناس تجر بهم تجر بهم في عمليات في السر في برشا حكايات في تشخشي بالبلاد احنا البلاد يعلم ربي بربي ومعناها خارجين من موضوع فهمت واحد وعندنا صغيراتنا زاد هم ماشيين يحرقوا يموتوا في البحر فهمت اي يعني زاد احنا هكاك شنو اسالني قول لي كريك لو فرضنا انه معناها المعلومه هذه صحيحه شنو الهدف منها؟ هدف منها انا حسب رايي انا والله اعلم شوشرة في البلاد على بلادنا شوشرة بش على البلايص على الكريسي على بزنس اما ان شاء الله يا ربي يوجه البلاد على خير وان شاء الله السيد الرئيس يكون معناها في سمعان الشعب وقيام بنرجع تونس الحره الخضراء الحلوه يا رب. هل صار لك موقف هكايا ملموس مع افريقي ولا شفت حاجه قدامك هكا؟ معناها حسب ما سمعنا انه فما شكون قاعد يقوم ببركاجات، فما شكون قاعد يبيع في الخمر. موجود منه هذا. حسب معناها الانتوراج تاع الحياه تعرف العباد قابل تحكي لبعضها وكل شيء، انا سمعت في حاجات يعملوا فيها بصراحه معناها انكسبتابل هنا، ما تجيش عنف برشا حاجات، ما همش هما ملايكه كي خاطر احنا ما تكلم معناها ما همش هما ملاك فيهم البيع والخايب اما فيهم الخايب قاعد يعمل في حاجات خايبه في بلادنا وهذا ما انكسبتابل. شنو رايك في الاشخاص والمنظمات اللي اتهمت تونس بالعنصريه ليه؟ من خلال حواراتنا اتهمونا باش يعملونا ذيس معناها بروباغندا معناها يحبوا يمسخوا صورة تونس، تونس عمرها ما كانت هكا وحتى الكلام اللي تقال من الوزراء ولا من رئيس الدولة ما تقالش في حاجة خايبة اللي تعني اللي احنا عنصريين، احنا ما عمرنا ما كنا عنصريين، احنا نحبوا القانون ونحبوا اللي بوراقهم ونعرفوهم ونعرفوا الايدنتيتي نتاعهم ويعيشوا معانا ويقرا سواء والا عنده فيزا والا عنده ما نعرفش انا شنو عنده الحق يدخل تونس مرحبا به قانونيا اما يا اخي غير قانونيا لا مرحبا به معناها لا رغبه فيه ولا حاجتنا به. وفما البعض يقول انه حتى احنا عندنا توانسه مقيمين غير شرعيين في اوروبا. انا واحد منهم. انت مقيم غير شرعي في اوروبا؟ مش مقيم غير شرعي، انا مشيت غير شرعي اما عملت اوراق وخدمت وكل شيء وجيت انا وعاودت رجعت وعرست في بلادي ومعي صغيراتي. شني عشت انا نحكي لك علاش انت تنجم تستفاد مني على خاطر نحكي لك انا مهاجر انا عشت 35 سنة في أوروبا فهمت نحكي حاشا عينيك سبع لغات عشت في ألمانيا هما زادة أما 37 سنة التالي خرجت
هجرة غير شرعية؟ لا كيفاش؟ لا لا خرجت مع بورقيبة عادية. عادي خاطر في 30,000 من الواحد. خاطر ما كانش فما فيزا. لا باش نعاود لك أختي، ماكي روحت قبل ما تصير الكورونا، خذيت طيارة قبل ما تصير كورونا المرة هذه، أنا عايش برشا في أوروبا نعرفها. خذيت طيارة أختي ومشيت لبلغراد، ومن بلغراد دخلت رومانيا. رومانيا دخلت هنغاريا، هنغاريا دخلت النمسا، بصفتي انا كنت نعيش في المانيا وفي سويسرا وفي ايطاليا فهمت، ودخلت قعدت عامين في اللكحه خدمت عاودت روحت للصغيرات باش خدكو في وقت كورونا يعني انا مهاجر يعني ما نحكي لك ما نكرهش المهاجر يعني. انا مهاجر اعرف حتى كي تهاجر يا خويا مرحبا بك ماك ما تعملش الشر ما تضرش ما تضر الناس اخدم بالحلال مرحبا بك على راس العين اما باش تاذينا لا رغبه فيك افريقي ولا ابيض ولا ازرق ولا شنوي الخمسه الرتسه خلق الله اللي في الارض الكل. احكي لي على تجربتك انت توا. تجربتي انا شنو؟ انا عشت برشا غربه مشيت اما في تونس معناها انا ولد المدينه العربي ولد جامع الزيتونه تعلمت صغير نبيع في الدربوكه بالواحد نحكي لغات تعلمت شويه لغات ومن بعد بورقيبه مشيت قريت في هايتلبرغ دوتشلاند بعثني بورقيبه قريت في هايتلبرغ دوتشلاند 4 سنين ومن بعد فهمت روحت تونس الظروف نمشي ونجي تحت لي الاوراق عاودت رجعت بلاش اوراق فهمت وتوا انا في بلادي رجعت مع صغيره. الصعوبات اللي نجم يتعرض لها المهاجر الغير شرعي شنو هو الصعوبات؟ ينجم يصاوب بالراسيست يضربوك شدوك في اوروبا بالاخص في لي باي دي ليست مثلا سربيا والا رومانيا ولا هنغاريا ولا حتى اليونان يضربوا العباد واحنا احنا ماناش نعملوا في حد شيء اما كنشوف ايش يعملوا فينا نحن الاوروبيين والله والله لا تك نحكي لك ضرب فكوا لك تليفونك وقتاش وقتاش يوصلوا يعملوا هكا مش وقت يوصل وقت يعمل هكا لا انت لا سرقت لا اختفت انت لا سرقت لا اختفت انت لا سرقت لا اختفت قلت لك اللي صار فينا واللي صاير فينا لتوا يضربونا لا على سرقنا لا اختفنا لا عملنا حتى شيء جوست باش نتعدوا من فرونتير لفرونتير يقتلونا بالضرب فكونا تليفوناتنا يكون فلوسنا سيرب رومان لونغا من شيرت تركيا اليونان عادي عاملين فينا احنا والله ما انا عاملين يعني من غير حتى اسباب من غير حتى اسباب فما اللي يعمل هذاك الله اما ذاك اما نحكي لك مكثر من غير حتى اسباب افريكان وتونيزيين وفيا فوري دي البايير وضعيه الغير شرعي في اوروبا قاسيه جدا اقصى ما تصور اقصى ما تصوري احنا من بينه حتى شيء اقصى ما تصور وانتم في بعضكم تقفوا مع بعضكم ولا في اوروبا شكون العرب والله فما توانسه والمغاربه والجزيريه يتم اكثر يتفقوا مع بعضهم المعرف نعرفهم مانا والسنغاليين والموريتانيين والسودانيين هذوما يقربوا لبعضهم يتعايشوا مع بعضهم في اوروبا هذا ما نعرف معناها من خلال اللي حكيته شنو رايك في الشباب نتاعنا اللي يحلم بالهجره الغير شرعيه؟ والله صدقوني يا الولاد راهو تخدم وتخدم في بلادك راهو عذاب راهو ياكل لك عمرك راهي صعيبه راهي مش فلوس مطيشه راك باش تشقى وراهو باش تتعب وواحد كان عندك بورتونيتي وقرايه وخدمه في بلادك راهي بلادك ما عندك من تمشي وانا تكون بلادك واحنا اخسر بناء اولادنا وبنات تونس ولاد بنات ان ذا وولد اني معناها في اي ميدان فهمت موجودين توانسه يخدموا في توانسه اذكياء وبحاولي ربي حنن البلاد على بعضهم ويخدموا بلادهم ماشي يخدموا بلادهم ويبقوا في بلادهم ان شاء الله يعطيهم حقوقهم زاده ما ياكلوا لهمش حقوقهم زاده معناها وما يعطوهمش ميدان الخدمه ما يبش تاجر احنا تبتنا وكل واولادنا هم معناها دي ديامون دون لو ديامون في العالم معناها فين تحب في امريكا كندا استراليا موجودين زوجتك تونسيه ام اجنبيه؟ انا متجوز مرتين هذه مرتي تونسية أنا كنت متجوز أجنبية معناها وعشنا مع بعضنا بريود وكل واحد مشى على روحه وين سون دي زامي علاش أغلبية التوانسة علاقتهم تفشل مع أجنبية؟ كيفاش؟ علاش أغلبية التوانسة علاقتهم تفشل مع أجنبية؟
لا انا ما فشلتش، انا اخترت حياتي، انا قررت مسيري وحدي معناها، وعارف انا بلادي لازم نرجع نعيش فيها، وانا ما تفهمنيش في دي شوز كافم، اما مي امبورطون سون دي زامي يجيو يحوسوا، انا عندي صحاب يجيو. نخلي لك الكلمه الاخيره. قول لي الكلمه الاخرى. كلمه يا ربي معناها بقى ستر على بلادنا ونحي عليهم الشوشترة والفتنة، إن الفتنة شدة من القتل. كل واحد احنا عنا كاثوليك، عنا يهود، عنا مسلمين نعيشوا مع بعضنا خيان، ما احنا ماركة سلم، احنا بناد سلم ونحبوها تبقى سلم.